اسمي محمد كمال، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات من أكاديمية العبور. بشتغل في أمازون من 3 سنين. لما جات لي الفرصة دي كانت عن طريق شركة توظيف. لما ابتديت في سنة 2018 كنت في فريق تخزين المنتجات، وبعد سنة واحدة هنا بقيت أمباسدر وتعلمت كل حاجة تقريبا في المستودع لغاية ما بقيت ستيب أب سوبرفايزر. المكان هنا مليان حياة ونشاط ودايما مهتمين بتشجيعنا وتحفيزنا على النجاح. أمازون هي المكان اللي أي حد يتمناه عشان يبدأ خبراته المهنية.